بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة الأولى من محاضرات الـ PHP Object Oriented Programming، والمحاضرة هتكون شوية فيها نظري يعني وفيها جزء بس واحد عملي، تمام كده؟ اللي إحنا عايزين ناخده النهاردة إن شاء الله إزاي إن إحنا نجهز بيئة العمل للشغل على دورة الـ PHP Object Oriented Programming، وهتكلم فيها عن نقطتين. النقطة الأولانية وهي إزاي يكون عندي سيرفر محلي، تمام كده، اللي هو الـ XAMPP، تمام كده، والسيرفر المحلي ده بيوفر لي بيئة لتطوير مواقع مكتوبة بالـ PHP والماي سيكوال، تمام كده. طبعا أنا بجي بخش مثلا على الإنترنت، باجي على جوجل وأكتب XAMPP اللي هو ده اكزامبل سيرفر، ودي نتيجه البحث اهي، تمام كده. هتلاقي في حاجه اسمها داونلود على www.apachefriends.org اللي هو دوت، ومكتوب هناك داونلود ايه؟ اكزامبل، داونلود اكزامبل، تمام كده. هتلاقي النسخه الاخيره اللي هي 7.2 نسخة الـ PHP، تمام كده، وهتلاقي في داونلود ل 64 بت او 32 بت على حسب نظام التشغيل اللي عندك. بتنزل البرنامج عندك اللي هو السيرفر، بتسطبه عندك على الجهاز، ما فيهوش اي حاجه وكل الشغل بتاعه ستريت فورورد، ما فيهوش اي مشكله. وبعد ما ينزل، تمام كده، تبتدي تشغل، تمام. هتكتب في بحث XAMPP، هيبقى طالع عندك الكنترول بانل بتاعت XAMPP اللي هي ديت، تمام كده. طبعا لو السيرفر مش شغال ولا عملتش سيرفر، بتبقى هنا كلمه ايه؟ ستارت بدل ستوب. دي تضغط على ستارت ويبتدي يتحول من اللون اللي هو الرمادي ده اللي اللون الاخضر كده، الاباتشي سيرفر اشتغل معاك. وهنا عندك كمان الماي سيكوال برضه تبقى لونها رمادي، لو ضغطت على ستارت تمام كده تبتدي تشتغل معاك. يبقى انت اللي عاوزه الاباتشي سيرفر وعندك الماي سيكوال، هما دول السيرفر المحلي اللي هو عندك في الجهاز عندك علشان تقدر تطور بيهم مواقع مكتوبه بالـ PHP، تمام؟ ده السيرفر المحلي، وده قصته بمنتهى البساطه. يبقى انت اول حاجه بتخش على الجوجل وتكتب XAMPP، وبعد كده بتنزل النسخه، وبعد ما تسطبها بيطلع معاك السيرفر المحلي بالشكل دوت. بتعمل ستارت الاباتش وستارت الماي سيكوال، والباقي ده كله انت مش محتاجه، تمام؟ دي لوحه التحكم بتاع مين؟ بتاع XAMPP. كده السيرفر المحلي اشتغل. النقطه الثانيه احنا عاوزين نتكلم فيها وهي اختيار بيئه عمل. طبعا في اكتر من بيئه عمل اللي هي بيئه تطوير يعني. طبعا انا بشتغل على دريم ويفر، دريم ويفر بيريحني كتير، لكن انت ممكن تشتغل على برنامج زي الفيجوال ستوديو. ممكن تيجي هنا فيجوال ستوديو كود، تكتب فيجوال ستوديو كود بالشكل دوت، وتروح داخل هنا وتروح مسطب بيه البرنامج. فيجوال ستوديو كود ده اصبح من البرامج المشهوره دلوقتي في موضوع التطوير، وهو فري مجانا مش بفلوس زي الدريم ويفر. فبعد ما تنزله هيبتدي عندك البرنامج يطلع بيه بالشكل دوت. برنامج سهل برضه ولذيذ، وفي دعم كبير جدا للـ PHP سيرفر والـ HTML وكل لغات البرمجه. فالمهم ان هو برضه في شويه حاجات زي مثلا انت بتنزل مثلا حاجه اسمها الاكستنشنز، تمام. فانت بتكتب هنا مثلا انت هتشتغل دلوقتي على البي اتش بي، تكتب بي اتش بي، تمام، انتر سنس اللي هو ده لو الاكستنشن ده. طبعا انا منزله دلوقتي يعني، ده بيساعدك انك تكتب كود بي اتش بي على الجهاز يعني في الاختصارات وفي الحاجات اللي زي كده. وفي برضو الايكونز، تمام كده، برضو بتشوف الايقونات اللي هو الفي فيجوال ستوديو ايكون، بحيث ان هو يديك ايقونه للحاجات بتاعت البي اتش بي. دي حاجات انت ممكن تنزلها وتشوفها مع الفيجوال ستوديو اللي هو كود، اللي هو خاص برضو بكتابه الاكواد الخاصه بمين؟ بالبي اتش بي او اي لغه برمجه بتاعت ويب. طيب كده بقى احنا شفنا حاجتين، شفنا اول حاجه اللي احنا لازم ننزل سيرفر محلي اللي هو الاكسام بدوت، وشفنا ثاني حاجه اللي احنا لازم نبدا التطوير زي الفيجوال ستوديو كود او زي الدريم ويفر. وفي حاجات ثانيه زي الاتوم والنوت باد بلس بلس والبراكت. انت ممكن تخش على الانترنت على جوجل وتكتب مثلا اتوم، هتلاقي ده موقع الاكتوم اهو، ده عباره عن برضه بيت تطوير وبيت برمجه زيه زي الفيجوال ستوديو كود. وبرضو عندك البراكتس ده مجاني برضو، تمام كده. ده برضو اديتور برضو اوبن سورس اهو، داونلود براكت، ممكن برضو تنزله وتشتغل. ايه تشتغل؟
كده بيئة العمل جهزت، فانا هفترض ان انا دلوقتي هشتغل على دريم ويفر اللي هو بيئة العمل بتاعتي، وهكون مشغل السيرفر اللي هو مين المحل. دلوقتي عاوزين نعمل اختبار لكود بي اتش بي هيشتغل معانا ازاي. طيب علشان نعمل احنا موقع بي اتش بي على اللوكال سيرفر، بنيجي هنا يا جماعه نشوف اللوكال سيرفر احنا نزلناه فين. هنزل تحت خالص وارجع على جهاز الكمبيوتر بتاعي. انا منزل اللوكال سيرفر على الدي عشان المساحه تاني. هتلاقي نازل في حاجه اسمها الاكس امب اهو، ده الفولدر بتاعه. لما تيجي تعمل انت يعني موقع، بتيجي انت في حته مثلا اسمها الاتش تي دوكس لادي، وتيجي تعمل كليك يمين تختار تعمل فولدر جديد. تعمل فولدر ايه جديد؟ انت ممكن طبعا الكلام ده كله تعمله منين؟ من دريم ويفر مثلا عشان يسهل لك الموضوع. هتعمل فولدر هنا وهنسميه مثلا التست فولدر. تيست فولدر هو ده المكان اللي هيشيل لك ايه؟ هيشيل لك الموقع بتاعك. يبقى التست فولدر ده هو اللي هيكون فيه الموقع بتاعك انت. خليها تيست تي اس تي بالشكل دوت. تمام. هاجي جوه الدريم ويفر يا جماعه وهعمل الكلام دوت. هاجي في السايت هنا واختار نيو سايت وهكتب عليه تيست سايت، ده الاسم اللي هيظهر بيه هنا، وهقول له ان التيست سايت دوت موجود جوه الدي جوه الاكس ام جوه الاتش دوكيومنتس باسم ايه؟ تيست. هو ده المجلد بتاعه. هسلكت الفولدر بتاع اللي هو دوت. دي اول خطوه. تاني خطوه باجي فين في السيرفر؟ باجي فين في السيرفر وهعمل سيرفر. هدوس على علامه الزائد دي وهقول له ده لوكال سيرفر. لوكال سيرفر تمام كده، وهيكون عباره عن لوكال نتورك بالشكل دوت. وهيقول لك السيرفر فولدر فين. هتيجي هنا وتختار دي الاكس امب الاتش تي دي دوكيومنتس اللي هو دي الاتش تي دي تي دوكس اللي هي ديت. تمام كده تقول له سيلكت فولدر دوت. هيقول لك طب الويب يو ار ال بتاعك اسمه ايه؟ هتقول له لوكال هوست على تيست اللي هو اللوكال هورس دي هتمثل الزامب على ال اتش تي دوكيومنتس ماشي كده، بس بال اتش تي دي بي ده يعتبر مابنج يعني بيحصل. والتيست فولدر ده اللي هو تيست فولدر اللي هو خاص بك انت، تقول له سيف وتيجي هنا تقول له ده مش ريموت، ده عباره عن تيستنج يعني حاجه للاختبار، وتقول له ايه سيف. هتبص تلاقي الدريم ويفر عمل لك مابنج وجاب لك التيست فولدر بتاعك اللي هو موجود في ال اتش تي دوكس الموجود هناك في الاكزامب. تيجي تعمل انت مثلا نيو فايل او تختار هنا فايل وتختار نيو وتكتب مثلا انا عاوز دلوقتي بي اتش بي فايل اكريته واسميه تيست 1 مثلا على سبيل المثال واقول له سيف. تمام. هقول لك اهو خد الحاجات بتاعتك عندك هنا اللي هو دوكيمنت تايب اتش تي ام ال والبادي والهيدر. تمام كده. وهكتب هنا الدايركشن بتاعك هيكون عباره عن ار تي ال، اللانج هيكون انجلش او عربيك سوري. تمام كده. وهاجي في البادي هبتدي اعمل كود بي اتش بي. اول حاجه هحط علامه القوس او التاج، وبعد كده هحط علامه الاستفهام واكتب بي اتش بي، وهنزل تحت كده وبعد كده هكتب بي على البي اتش بي، وبعدين هخش جوه هنا وهبتدي اعمل كومنت ايكو بسيطه ايكو تم تنزيل وتشغيل السيرفر المحلي وهذه تجربة على ذلك. اوكي وراح اقفل بيه بفصل النقطة كنترول اس. لو طلعت الرسالة بالشكل دوت تمام كده وضغطت في 12 وجاب لي الرساله هنا، يبقى كده هو شاف البي اتش بي سيرفر. تمام كده وكده نفذ لي الجمله دي وترجمها لي عندي. شوف لو ضغطت على اف 12 جمله البي اتش بي مش مكتوبه ولا حاجه. تمام كده كل المكتوب عندي اللي هو الكلام بتاعي اللي هو ده. تمام. بكده نكون عملنا بيئه تطوير بالبي اتش بي، نزلنا الاباتشي سيرفر اللي هو الاكس امب، وشغلنا الاباتشي والماي سيكوال، وبعد كده عندنا بيئه تطوير اللي هي خاصه بكتابه الكود
انا اشتغل على دريم ويفر، لكن انت ممكن تشتغل على اي بيئه تطوير تاني زي فيجوال ستوديو كود او الاتوم او البراكتس او نوت باد بلس بلس على حسب ما يعجبك. بس انا بفضل دايما في الشغل بتاعي ان يكون عندي دريم ويفر. وعملنا تيستنج الكود تمام كده بسيط ولكن بالشكل ده. تعال نخش دلوقتي على حاجه اسمها البي اتش بي ماي ادمن ونعمل يوزر ونحط له كلمه مرور. هاجي هنا اقفل ديت واجي هنا في الحته دي واكتب لوكال هوست، لوكال هوست، لوكال هوست، واضغط انتر. هجيب لي الصفحه دي بتاعت الاكزامبل على اساس ان الباتش نازل عندي بالبي اتش بي والماي سيكو والحاجات بتاعته. هتلاقي فوق هنا في حاجه اسمها البي اتش بي ماي ادمن، هخش عليها. لو الدنيا ماشيه معاك صح ومفيش مشاكل تطلع لك الصفحه ديت تمام. انت دلوقتي عاوز تعمل يوزر فتخش على اليوزر اكونتس. في ناس بتحب تخش على الروت اللي هو اللوكال هوست دوت وتعمل اديتنج البريفليج بتاعته وتحط له باسورد. انا كده انا بحب دايما احط يوزر خاص بيا. هعمل يوزر وليكن مثلا اسمه تيست، فاجي هنا واقول له نيو يوزر اللي هي دي اد ا يوزر اكونت، وهسمي اليوزر بتاعي تيست 1، تيست 1 تمام كده. وهدي له باسورد وليكن ام جي اس من 1 ل 7، ام جي اس ام جي اس، بس انا بكتب انجليزي مش عربي، من 1 ل 7. هكرر الباسورد ديت، طبعا دي كلها تيستنج بس ايه ام جي اس من 1 ل 7 تمام كده تمام. وهاجي هنا في هو بيقول لك انا ممكن اعمل لك داتا بيز واديها اليوزر دوت واديها البريفليجز اللي عاوزها. انا مش عاوز الحته ديت، انا عاوز هنا جلوبال بريفليج تدي له كل الصلاحيات. هتشوف كل الصلاحيات دي تديها له تشيك اول، هيعمل له كل الصلاحيات ويديها له. وهتيجي فتحت هنا خلاص وتعمل له ايه جو حبس. هيقول لك دلوقتي انا عملت يوزر، هو كاريت يوزر باسم تيست 1 تمام كده، واعطاله كل الصلاحيات تمام بهذا الشكل. وهتلاقي عندك في اليوزرز لو انت عملت بتاع على الهوم ودخلت على اليوزرز اكونت، هتلاقي في يوزر عندك اهو تيست 1 وليه كل الصلاحيات والبريفليج تمام كده. وطبعا الباسورد بتاعتهم ام جي اس من 1 لكام؟ من 1 ل 7. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو اعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبك القناه اعمل لي سبسكرايب داخل القناه. واكون ليك من الشاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر زويدي من قناه مصطفى زويدي للمحاسب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.